كابتن بلال يعني زي ما بنتكلم الفوز والهزيمة في كرة القدم ده أمر طبيعي، ولكن زي ما قالوا الكباتن اللي ما كانش طبيعي بدايتك في الشوط الأول. بص يا كابتن، طبعا الهزيمة أخطاء زي ما قلنا واتكلمنا قبل الماتش، وارد إنك تعمل ماتش وحش، وارد بالظبط، عادي جدا بالظبط، لكن اللي مش وارد انك تخطأ اخطاء سهله ساذجه او ساذجه بلغه الكوره. الهدف الاول خطا، الهدف الثاني خطا، خطأين يعني. انت بتتكلم في اخطاء فرديه ممكن تكلفك ماتش، يعني ده اللي المفروض ما يكونش في كره القدم. انا طبيعي عادي ممكن الماتش لو انا قلت لك، خد بالك ما بين الشوطين قلت لك احنا الماتش 2-2 ابتدينا يعني جيد جدا، الشوط الثاني قلينا، الماتش نفس الموضوع احنا ابتدينا وحشين جدا الشوط الثاني علينا وسجلنا هدف وكان ممكن نروح للهدف الثاني وسيطرنا. ولكن يعني انا ليا عتاب يعني على اللعيبه شويه في بعض الاوقات، يعني انا فين؟ سيبك بقى من المدير الفني وامكانياته وقدراته والتاكتكس وهو بيديني التعليمات، سيبك من كل ده، ممكن نحطه على جنب في اخر 10 دقائق في بطوله كاس مصر، تمام؟ انا لازم يبقى السبيريت، روح القتال لازم يبقى موجود، لازم احس وانا قاعد بره عشان اسقف لك. خد بالك يا كابتن ايمن، هي الفكره كلها في انا، هو انا هو النادي الاهلي هيلعب 100 سنه، هياخد 100 سنه كاس مصر؟ لا. هياخد 100 سنه دوري عام؟ اكيد لا. اكيد في وقت من الاوقات هتخسر، وضع طبيعي. كره القدم يا جماعه فيها مكسب وفيها خسار، النهارده بتخسر بكره بتكسب، النهارده بتكسب بكره، ده وضع طبيعي في كره القدم. لكن الوضع اللي مش طبيعي، تمام، ان انا اخسر وانا استحق الخساره، ده الوضع اللي مش طبيعي. ايوه دي اللي تفرق معانا احنا، ودي اللي احنا ما تربيناش عليها جوه النادي الاهلي وما تعودناش عليها وما ينفعش نتعود عليها ولا تبقى سمه في سمات لعيبه النادي الاهلي، ان انا اخسر ويقول لك اه ده الاهلي يستحق النهارده الهزيمه اداء وروح. ما ينفعش. الشوط الاول كان شوط سيء بالنسبه لنا جدا جدا جدا، اضعنا المباراه في الشوط الاول يعني بالبلدي كده، انت ضيعت الماتش او الماتش ضاع منك في الشوط الاول. الشوط الثاني حاولت، سجلت هدف في اكتر من فرصه كان ممكن تتسجل هدف، سيطرنا بشكل كبير جدا جدا جدا، بس ما حسيتش ان اللعيبه عايزه خلاص يعني تسجل الثاني، تمام، برغم ان السيطره كبيره جدا. يعني انا شفت يعني انت بتلعب ناحيه اليمين ومسيطر ناحيه الشمال، وعلى ما عليه خمس ست كروسات، ومن الناحيه الثانيه ثلاث اربع كروسات، وليد سليمان بيحاول، المحاولات موجوده، لكن الرغبه القتاليه، خد بالك الرغبه القتاليه ما حسيتهاش الحقيقه الشوط الثاني يعني، او في نهايه المباراه. احنا كنا بنقول قبل الماتش ان الاهلي اعتاد ياخد البطولات في الدقائق الاخيره، اعتدنا ان احنا بنكسب في الدقائق الاخيره. الدقائق الاخيره يعني 7 دقائق وقت ضايع، ده بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وبالنسبه لنا احنا كمان دي مباراه ثانيه خالص، دي مباراه احنا يعني هندخل الماتش. خد بالك انا يعني الحكم لما رفع 7 دقايق، انا في تخيلي الشخصي او في توقعي او في امنياتي الشخصيه ان انا 7 دقايق، لا ده انا هجيب جول واروح بقى للثالث والرابع عشان اكسب الماتش جوه الماتش نفسه، ما اروحش ركلات الترجيح. ده اللي اتعودت عليه، وده اللي انا كنت منتظره الحقيقه النهارده في الماتش، ما حصلش. كان انا يعني محتاجين برضو قائد في الملعب، شو محتاجين يبقى في قياده حقيقيه في الملعب، مش كابتن شاره فقط لا غير. يعني للاسف احنا بنفتقد القياده في الملعب، بنفتقد حد يمسك يشد كابتن عادل يقول له يلا هنجيب جول. تمام، على فكره مش شرط ان انا ازعق، مش الفكره مش انك تزعق، لا الفكره انك تحسس كل الناس اللي حواليك بقيمه الوقت وبقيمه النادي، تمام، وبقيمه البطوله. هي دي الفكره، لا دي الفكره اللي المفروض نشتغل عليها الفتره اللي جايه، او اللعيبه تشتغل عليها الفتره اللي جايه. اللعيبه دي اللي من سنتين خدت بطوله افريقيا وخدت دوري عام وخدت السوبر وخدت برونزيه كاس العالم، والسنه اللي بعديها خدت بطوله افريقيا والبرونزيه، اللعيبه دي عندها امكانيات وعندها كواليتي. ممكن يحصل حاله تشبع في بعض الاوقات، الحاله دي بتبقى محتاجه حاجتين، ان التيم اللي قاعد بره، بتكلم على التيم يعني مدير فني ومدرب وما الى ذلك والمعد النفسي واللعيبه الكباتن الفرقه، ان تبتدي يبقى في تجديد للدوافع. بس هو في لعيب نادي الاهلي يبقى عنده تشبع من البطولات؟ بص يا كابتن انت يعني انت بص خد بالك صعب انت طبعا بص لا لا خد بالك انت احيانا في ماتش بتلعبه جامد قوي بتيجي اللي بعديه تخسر، ماشي صح، احيانا ماشي واوقات كتيره جدا جدا، بس احنا بنتكلم على بطوله، بس الظروف صعبه
انت زروق، انت خد بالك ممكن طبعا يا كابتن بتحصل لك حاله انت بتخسر بطولات ازاي؟ يعني ممكن تخسر بطوله ازاي؟ بتكسب بتكسب بتكسب، هيجي لك وقت انك يعني يحصل لك حاله من التشبع. ممكن يبقى عدم تعود. بمعنى يا كابتن؟ يعني عدم تعود انه ياخد بطولات كتير. انا بكلمك على اللاعبين، بتكلم على بعض اللعيبه يعني؟ على بعض اللاعبين. لا انا بتكلم انك وصلت للبيك بتاعك، يعني انت خدت افريقيا والدوري العام وبرونزيه، وتاني سنه خدت افريقيا وخدت البرونزيه. هيجي لك وقت انك انت يعني مش عايز اقول تمل يعني، بس خاصه انك انت ما فصلتش ما بين البطولات وبعضها. ما انت برضه كابتن افريقيا في الدوري في الكاس في السوبر في البرونزيه في افريقيا في الدوري في الكاس. ما هو كابتن ده وظيفه المدرب يعمل ماشي. طب ما ده اللي انا وانا قلت ايه؟ ما ده اللي بقول، ده اللي قلت لك محتاج المدير الفني والجهاز والمعد النفسي واللعيبه الكبيره اللي في النادي، اللعيبه الكباتن الفرقه، انه يجددوا الدوافع مع بعض، ان يبقى في حماس اكتر من كده. انت بتحتاج تطلع الطاقات الايجابيه من جواك. هو النهارده الشوط الثاني ليه اختلف عن الشوط الاول؟ اختلف جامد جدا عن الشوط الاولاني. اكيد المدير الفني اتكلم واللعيبه اتكلمت مع بعضها، فنزلت عندك حماس وطاقه انك تشتغل وانك تسجل هدف وانك تحاول تسعى ان انت تكسب المباراه. ولكن انت دخلت مش متاخر، دخلت متاخر بهدفين، ودي كانت هي دي الازمه اللي حصلتك. دي اللي صعبت الامور. هدفين باخطاء فرديه تمام، خليتك تدخل الشوط الثاني وانت بتدور على الهدف الاول، والهدف الاول جه، وكان ممكن تجيب الثاني على فكره. يعني انت في اكتر من فرصه ممكن كان النادي الاهلي يسجل تمام، لكن يعني الفرقه الثانيه ما ليها دور برضو. خد بالك انت مش تعمل كل حاجه والفرقه الثانيه وتبقى ده ساكته. ما هو برضه قفل كويس وعمل ولعب لعيبه كلها دفاع منطقه تقريبا، شبه مش دفاع نص ملعب، ده دفاع منطقه، وابتدى يلعب على هجمه مرتده، ابتدى يشتت. خلاص الجيم بعد الدقيقه 30 اعتقد انه راح في حته ثانيه مختلفه خالص، غير الحته اللي كنا احنا نتمناها لعيبه النادي الاهلي. ولكن بطوله في نص الموسم انتهت خلاص، كاس مصر بطوله انتهت، عندك بطوله اكبر من كده وبطوله محباه بالنسبه لك وخسرتها الموسم الماضي. ما ينفعش البطوله دي تخسرها تاني، خلاص ما ينفعش خلاص. انت هتقفل الصفحه دي بتاعت كاس مصر تمام، وتشتغل بقى بدوافع جديده، بحماس جديد، برغبه جديده. يعني اعتقد المدير الفني الفتره اللي جايه هيبقى العامل النفسي والتكتيكي هيبقى اكتر من العامل البدني والشغل. يعني من وجهه نظري اعتقد يعني، لكن انت ما فيش وقت تشتغل، يعني ما فيش وقت انك تدرب وتعمل لياقه بدنيه وترفع المعدلات البدنيه بتاعت اللعيبه، لكن تشتغل حاجات صغيره مع الحته النفسيه. لعيبه النادي الاهلي محتاجين دوافع، محتاجين الدوافع، محتاجين الدوافع. مش هنتكلم على الحاجات الفنيه، في لعيبه في الملعب بعيد عن مستواها، عشان يبقى الكلام يعني بنتكلم كلام يعني واضح. في لعيبه بعيده جدا عن المستوى، محتاجه تراجع نفسها، محتاجه تفكر كويس، محتاجه تقعد مع نفسها، يبقى في اتزان شويه. ما ينفعش يبقى انا عندي 3 4 لعيبه كبار قوي في الفرقه وبعيد جدا في الماتشات المهمه اللي انت محتاجها، يبقى بعيد عن المستوى، بعيد عن طريقه اللعب كمان اللي احنا اعتدنا عليها، واللي المفروض النادي فرقه النادي الاهلي محتاجك تلعب بالطريقه دي. اللعيبه دي لازم كمدير فني يشتغل نفسي معاها تمام، ولازم هم كمان خلاص نخرج من حته ان احنا خسرنا الكاس وعندنا احباط واتغلبنا من بيراميدز. الكلام ده خلاص ما ينفعش يبقى موجود داخل جدران النادي الاهلي. انا افتكر احنا خسرنا بطوله دوري عام 2003 تقريبا، وكان عندنا كاس مصر تمام، بعد ممكن اسامه كان موجود، كنت انت لسه طالع يا اسامه اعتقد، مش كده صح؟ وسواء كان موجود معانا احنا، انت مجرد ان انت النادي كله بيشتغل على تجديد الدوافع والرغبه والحماس، وصلت وخدت نهائي كاس مصر من الاسماعيلي وخدت البطوله. فانت محتاج تعمل دي، محتاج تعمل النقله دي مع اللعيبه دي في الوقت الحالي. لازم تشتغل نفسي كتير جدا، لازم تشتغل مع اللعيبه، لازم تتكلم، لازم تجدد الدوافع، لازم تشوف مين اللعيب اللي عايز يكمل يلعب في الوقت الحالي وعايز يديك في الوقت الحالي. وده يبقى هو ده. على فكره انا لعيبه مصر كلها مع احترامنا الكامل لكل اللعيبه، الكواليتي يعني قريبه جدا من بعضها. وانت عندك كواليتي اعلى 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 كواليتي في مصر، يعني حتى اللعيبه اللي ما بتلعبش في النادي الاهلي الكواليتي بتاعتها اعلى من كواليتي اي فرقه في مصر. فالمقارنه هتبقى لصالحك في كل الاوقات، سواء لعبت باللعيبه الاساسيه او اللعيبه الاحتياطي، اللعيبه الناشئين، الكواليتي بتاعتك عاليه تمام. وده احنا شفناه في اوقات كتيره جدا مع النادي الاهلي وكلنا لمسناه. فالنهارده لازم الفتره اللي جايه تبقى فتره الدوافع تمام. الفترة اللي جاية لازم يبقى انت النهاردة بتجدد عند كل اللعيبة، بتجدد الدوافع بتاعتها، الحماس بتاع اللعيبة لازم يبقى موجود. لو انت لعيب عندك شايف، يعني انا بالنسبة لي لعيب جاهز
نفسيا وبدنيا احسن من لعيب عندي مهاريا. انا هعمل ايه بلعيب مهاري مش قادر يديني ال 100% بالنسبه له بكامل الباور بتاعه؟ فانا اتمنى يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله يعني يبقى في اجتماعات كتيره جدا مع اللعيبه وبعضها. خد بالك لان دي برضو هدف يعني دي نقطه مهمه جدا اكيد. يعني مستر سواريش هيتكلم مع اللعيبه اكيد هيبقى في حماسه كده رغبه هيبقى في رغبه اكتر من كده. اكيد اللعيبه هتحس بالموقف الصعب اللي هم فيه واللي النادي فيه واللي الجمهور فيه، والامور تبقى افضل من كده ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه باذن الله ان شاء الله. كابتن اسامه